حياتي في سباق السرعه ودائما كتبقى مدرسه كبيره في الملتقى في سباق السرعه. الان انطلق الان سباق ال 200 متر، سباق قوي جدا متابعا باهتمام عند المغربي عز وهدي اللي كيحاول ياخذ المبادره. عز وهدي ياخذ المبادره، عزيز ياخذ المبادره، ربما المركز الاول عزيز وهدي. عزيز وهدي يفوز بالسباق 20 ثانيه و60 جزء من المئه للعداء عزيز. كيفاش رجع يعني بقوه امام البوتسواني كويكوا؟ يكون عنده يعني حظ باش انه يكون ضمن الثلاثه الاول، ولكن خلق المفاجاه وفي الصوره فعلا العداء عتقل البلجيكي بورلي حتى هو اللي خذا المركز ربما الثاني والثالث امام البوتسواني. يعني اللي عند العداء المغربي عزيز بورلي في المرتبه الثالثه والعداء ميستو اللقطه. ايمن السيد او السعيد، صراع كبير على المركز الاول، صراع بين ثلاثي مغربي مصري سعودي. هناك صعود لعزيز وهدي الان يتقدم في هذا السبيع ثانيا، واحمد ايمن السعيد في المركز الثالث. اذا قوه كبيره لهذا البطل المغربي عزيز. قد منه مسابقه كانت سريعه، لا ادري ان كان رقم جديد للبطوله او لا، وعلى حين الرقم القياسي العربي هو مصري بحوزة عمره مصطفى سيود ب 20 ثانية 36 جزء من الثانية، بين رقم البطولة هو كويتي فوزي الشمالي 20 ثانية و41 جزء من الثانية. السباق كان سريعا جدا عزيز وهادي، لاحظوا قوة كبيرة جدا خصوصا في ال 100 متر الأخيرة، السرعة النهائية كانت حاسمة جدا. وبالتالي عزيز وهادي يضيف ميدالية أخرى من ميدالية أخرى لرصيد المغربيات البطولة، لأن الآن سأتحول إلى زميلي وسام كرمي من عربية الملعب. تفضل وسام. كرة العالم ببرلين، وكان لي الشرف للتعليق على هذا الرقم القياسي لأوسين بولت. إذا تطلق انطلاقة، سرعة جيدة، عايز وهادي، وهادي في المركز الأول، وهادي هل سوف يتمكن؟ وتشجعات من الجمهور، وهادي في المركز الأول 20 ثانية 45 جزء من المئة. غالي وتابعوا الإعادة لهذا السباق الرائع لعزيز اللي تمكن من الفوز بالمرتبة الأولى بتوقيت 20 ثانية 50 جزء من المئة. نعم، قلت بأن 200 متر تبقى من المسابقات الجميلة جميلة جدا. جوج أو ثلاثة ديال العدائين بسموه بشكل كبير على 200 متر. أولا